2080 بارت 1 انترو 3 2 1. وطني وإن كان يعز على الكلمات وصفه، فيه نفخر وبكل طموح منعمين في خيره. 93 نتغنى بعدها محلقين نحو أفق لا يخفت. في هذه الذكرى العزيزة أزف تحيتي كقصيدة نظمتها تهز فؤادي، فتفديك يا وطني روحي من جود ينبع بزهو يرسم ذاتي. باسمي واسم منصة 2080 تطيب لنا تهنئة وطننا الغالي بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية 93. هذا الوطن الذي يتمثل في شعبه الطموح، فقد قال سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله عنه بأنه كما همة جبل طويق وقيادته الرشيدة التي كانت ولا زالت منبراً للحق. نحن اليوم جزءاً لا يتجزأ من هذا الوطن العريق، فنفخر بكوننا سعوديون ضمن رحلة اتساعه وتطوره على مدى أعوامه. في ذكرى اليوم الوطني السعودي 93 نزداد اعتزازاً وفخراً، شموخاً وعزاً، علواً وسمواً، عزماً وتطلع. فكل عام ونحن السعوديون فخورين بحكامنا وشعبنا فخراً يتجدد كل حين. مرحباً بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في أولى حلقاتنا لهذا الموسم، والتي سنتناول بها علاقة الإنسان بوطنه، وهل هناك أهمية لرابط الإنسان بالوطن؟ سنبحر ونستزيد عمقاً في هذه العلاقة لنفهمها مع الأستاذ ياسر الحزيمي، خبير العلاقات والتنمية البشرية والتطوير. حياك الله أستاذ ياسر في منصة 20. الله يحييك يسلمك أستاذ معتز، يا مرحبا. الله يحفظك أستاذ ياسر. نستمع لمفردة الوطن في كل مكان، والشعراء عادة يكتبون القصائد، وأذكر قد قيل: ومن لم تكن أوطانه مفخر له فليس له في موطن المجد مفخر. ما هو الوطن؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوطن في التعريف المعجمي، إذا بناخذ التعريف المعجمي ومحل الإقامة، إذا بناخذ بالتعريف الاصطلاحي، هو ممكن أن نقول هو ماضي أجدادك وحاضرك أنت ومستقبل أبنائك. الوطن وعاء تجد فيه إنجازاتك وتحدياتك وتاريخك وجغرافيتك وأصولك ورموزك وانتصاراتك وأيامك وبطولاتك. هذا الوعاء يمكن أن يسمى وطن. الوطن لا يختزل بتراب، فإن الناس في كل مكان تطأ هذا التراب، لكن الوطن فيه مقدرات وفيه مقدسات. الوطن هو حضنك الواسع وعشك الدافئ، هذا هو الوطن. أبو بدر، بنية العلاقات تقوم دائما على الأخذ والعطاء، أنا أريد وأنت تعطيني والعكس. في علاقتي مع وطني ماذا أريد منه؟ هذا السؤال المؤسسون في أمريكا لما جاءوا وأرادوا أن يؤسسوا أمريكا، فكان الشعب المتعطش لإقامة دولة سألوا هذا السؤال: ماذا نريد من الوطن؟ فكانت الإجابة أن الإجابة على السؤال بسؤال. المفترض أن نسأل: ماذا يريد منك الوطن؟ وليس ماذا تريد أنت من الوطن. فإن قلنا ماذا يريد منك الوطن، فنحن نقول يريد منك الوطن ما يريده الله عز وجل منك. هي ثلاث تاءات، هي ثلاث تاءات تدير حياة الإنسان فوق هذه المعمورة. التاء الأولى هو التوحيد، وهذه العلاقة مع الخالق. التاء الثانية هي التزكية، تزكية النفس، وهذه العلاقة مع الذات. والتاء الثالثة هي التعمير، وهذه العلاقة مع الآخر، أن تكون معمرا لا أن تكون مدمرا، أن تعمر علاقتك مع الآخر، أن تعمر وطنك، أن تعمر وظيفتك، أن تعمر أسرتك، هذا هو التعمير. هذا التعمير إذا أردنا أن نقوم به بطريقة لائقة وبطريقة مميزة، عندنا ثلاثة أشياء أيضا يجب أن يكون عند الإنسان: هم وهمة ومهمة.
الهم يحمله، والهمة تحمله، والمهمة ينفذها. لابد يكون عندك هم تجاه هذا الوطن، عندك هم تجاه أسرتك، هم تجاه بلدك، هم تجاه عملك، هم تجاه نفسك، هم تجاه أبنائك ومجتمعك. هذا الهم الذي ينام معك ويصحو معك ويشرب معك ويأكل معك، لابد أن تكون معه همة. إذا ما كان فيه همة أصبح هذا الهم عبء، وحولك الإنسان متذمر وسلبي ويائس. فيكون عندك همة تحرك هذا الهم، يعني تغذي الهمة، تغذي الهم، تغذي. طيب إذا كان عندي هم وعندي همة، لابد أن يكون عندي مهمة حتى أفرغ هذه الطاقة في مهمة لأكون فاعلا ومنتجا بإذن الله تعالى. أيضا ماذا يريد مني الوطن؟ الناس دائما يقولون لابد أن تكون واثقا. نعم، أهلك ومن يحبك يريد أن تكون واثقا. الوطن يريد منك أن تكون موثوقا، تكون موثوق. سلام، وش معليش إذا تسمح لي أستاذ ياسر، واثقا موثوقا حتى المتابع يعني يفهم، ما الفرق بينهما؟ أن تكون واثقا أن تكون قادرا على تنفيذ مهام، أن تشعر من الداخل أنك قادر على تأدية هذه المهمة. الوطن لا يريد منك هذا فقط، يريد منك أن تكون موثوقا. ومن لوازم أن تكون موثوقا هي أن تكون واثقا. فالوطن يريد منك أكبر من أن تكون واثقا. أن تكون موثوقا بمعنى هي أربعة أركان. تكون موثوق معناها أن تكون نزيها، أن تكون موثوقا أن تكون خلوقا، أن تكون موثوقا أن تكون قادرا على تأدية المهام، أن تكون موثوقا أن يكون لديك نتائج نستند عليها في الحكم عليك. هذه الأربعة الأولى والثانية تمثل الأمانة، والثالثة والرابعة تمثل القوة، وهذا المصطلح الموجود في القرآن: إن خير من استأجرت القوي الأمين. أستاذ ياسر، هل يختلف مفهوم الوطن عن الوطنية؟ أو بمعنى أصح، ما المقصود بالوطنية؟ الوطنية خلينا نقول تعبير سلوكي عن شعور وجداني. الوطنية هي رداء يرتديها المواطن ليعبر عن وطنه. الوطنية امتناع والتزام. أنا الآن منتمي لهذا البلد، منتمي لهذا الوطن، إذن علي التزام. التزام بتحقيق الأهداف، وامتناع عن أي مسارات الانحراف. أنا ألتزم بشيء وأمتنع عن شيء، إذن أنا انتماء صادق. الوطنية ليست أني ألبس شال وأتمايل طربا، هذا شكل من أشكال الوطنية. أن تعبر عن فرحك، أن تعبر عن فخرك، أن تعبر عن سعادتك بهذا الوطن، لكنها مراتب. في من بذل نفسه، هناك من بذل وقته، بذل ماله، بذل صحته من أجل هذا الوطن، فهي مراتب. هذا أحد أشكالها. الأنانية ضد الوطنية، أن تحب نفسك ضد الوطنية. العصبية شوهت الوطنية. الحزبية سوست الوطنية. الانهزامية ليست وطنية. الانتهازية ليست وطنية. الفوضوية ليست وطنية. السلبية ليست وطنية. الوطنية هي الوفاء والعطاء في الشدة والرخاء، هذه هي الوطنية. يعني هذه كأنها العلاقة ما بين المواطن وولي الأمر، حتى في الشرع أن يكون هنالك في السراء والضراء والمنشط والمكره، نطبقها كذلك. طيب لماذا شوهت الوطنية؟ هي شوهت يعني على امتداد التاريخ، لما قامت الثورة ضد الكنيسة في أوروبا أوجدوا بديلاً للمرجعية، لمرجعية الأفكار، لمرجعية المعتقدات، فأخرجوا الوطنية لتكون بديلاً عن الكنيسة. فقامت أصوات مضادة لهذه الفكرة، فبدأت تشوه فكرة الوطنية. جاءت أطروحات فلسفية تتحدث عن أن الوطنية عنصرية، وأن هذا الكون الفسيح مشاع للجميع، ولذلك يجب أن نعيش بعالمية إنسانية تتسع للجميع، وأن الوطنية فيها نوع من المشاحة حول الموارد،
فبدأت هذه الأطروحات الفلسفية أيضا تشوه الوطنية. الشوفونية نسبة إلى شوفان أحد الجنود الذين كانوا مع نابليون في الجيش الفرنسي، وهو كان يعني مبجلا ومطيعا طاعة مفرطة لوطنه. فالشوفونية قائمة على أن وطني له التقديس ووطن غيري له التدنيس. أها، يعني في تضاد. نعم، أني أنا لا بأس الإنسان يمدح وطنه، يفخر بوطنه، لكن يحترم أوطان الآخرين. الشوفونية لا، اللي هو التعايش معناه، صح؟ أن يتعايش، وأيضا أني أنا أفخر بوطني لا يعني أني أفخر بوطني أني أعرض بوطنك، لا يعني ذلك. لكن الشوفونية لا، أني أنا أفخر بوطني من خلال أيضا الاستنقاص من أوطان الآخرين. والله عز وجل نهانا عن مثل ذلك. قال عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. طيب ليش يا ربي؟ قال: فيسب الله عدوا بغير علم. يعني أنت لما تسب وطن غيرك هو بيسب وطنك. طيب لماذا الإنسان يشعر بمثل هذه الحالة؟ قال: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. الله عز وجل يزين لكل أمة عملها، ولو كان العمل هذا سيء، ولو كان ناقص، ولو كان بسيط، لكن يزين في عيونهم، وبالتالي يتحمسون في الدفاع عن هذا العمل ويستميتون دون أن ينتقصه أحد. فأنت لما تأتي إلى أحد وتنتقص من وطنه، توقع أنه ينتقص من وطنك. ولذلك حماية لوطنك افخر بوطنك دون الانتقاص من أوطان الآخرين. يكون في رد فعل يعني سيء أو عنيف أو يعني يكون أو تشويه سمعة حتى، أقصد في ردود الأفعال ما بين التصادم هذا. ولذلك الله عز وجل يقول: ولا تلمزوا أنفسكم. كيف الإنسان يلمز نفسه؟ يقول الشراح: أن الذي يتتبع عيوب الآخرين فيلمزهم بها، يتتبعون عيوبه فيلمزونه. طيب أنت اللي بدأت الآن، وبالتالي أنت علشان تخدم هذا الوطن تفخر بوطنك، افخر به دون أن تنقص أوطان الآخرين. هذه الشوفونية شوهت الوطنية بمثل هذه الممارسات. أيضا من الأشياء التي شوهت الوطنية القومية، وهي تسييس العرق. خلونا نفخر بالقومية الفارسية دون الأوطان، بالقومية العربية دون الأوطان، بالقومية الألمانية مثلا دون الأوطان، بالماركسية دون الأوطان. القوميات شوهت الوطنيات، شوهت النظرة إلى الوطن. ثم جاءت الثنائية المفتعلة، وهي الأممية، وأن الوطنية الذي لديه وطنية ليست لديه أممية، وأن الأممية هي التي تحتضن الوطن. وهذه يعني ثنائية مفتعلة، لا يعني أني أحبها لي، أني أكره عيال عمي أو أكره قبيلتي، لا، وإنما لها الأولوية. أهلي هذه محبة ترتب الأولوية بالنسبة لي. ولذلك أنا أحب وطني وأحب أمتي، فكيف إذا كان وطني هو قبلة أمتي؟ فهذه أيضا تسييس الدين وافتعال هذه الثنائية بين الوطنية والأممية شوهت الوطنية. الاستعمار شوه الوطنية. لما جاءت الدول المحتلة، الشعوب المستعمرة كرهت هذا الوطن الذي تغيرت هويته ولغته ودساتيره وملابسه وربما مأكولاته، وحتى رجاله تغيروا وفرضت أسماء عليهم، فبدأوا يكرهون هذا الوطن. وهذا تم ترجمته من خلال عدم الحفاظ على المرافق العامة، وهذا شاع في بلدان المستعمرة، أنهم يكسرون الحدائق ويكسرون المرافق ولا يتفاعلون مع أي مبادرات وطنية وما إلى ذلك. كل هذه الأحداث كان من شأنها أن ساهمت ولو جزءا بسيطا في أن شوهت الوطنية. لكن عندي سؤال في هالجزئية، بقدر اتساع الأرض لماذا نحب أوطاننا؟ محبة الأوطان يمكن أن 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 نسبرها من خلال تتبع حديث القرآن عن محبة وأهمية الأوطان. يمكن أن نحصر الحديث عن الأوطان في القرآن في خمسة أشكال: بلاء وابتلاء واستعداء وجزاء وعزاء. خمسة أشياء. يا سلام.
فأما البلاء فالله عز وجل قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فعد الخروج بلاء يستوجب القتال من أجل الثأر للجلاء. يعني الخروج من الوطن بلاء. بلاء بلاء. اثنين ابتلاء. ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، شوف اللي يوازي قتل النفس أو خرجوا من ديارهم. هنا لبني إسرائيل ما فعلوه إلا قليل منهم. فنوع من الاختبار أن يقول لك أنت صادق اطلع من بلدك، قدم لي تضحية اطلع من بلدك. شوف قيمة الاختبار هنا. الاستعداء، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم من أرضكم. وبالتالي في قصة هارون وموسى أرادوا أن يستعدوا على أنبياء الله فخوفوا أقوامهم أن هذول ترى جايين بيطلعونكم من بيوتكم من دياركم. شوف أهمية قضية الوطن. شعيب، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، ترى احنا بنهددك. ورقة ضغط الخروج عن الأوطان، ورقة ضغط. في قصة لوط، في قصة لوط أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. دائما ورقة الضغط هي قضية أنك تطلع من وطنك، هي ليست ورقة حل، هي ورقة ضغط. هذا على سبيل الاستعداء. على سبيل الجزاء، الله عز وجل يقول في آية عظيمة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. إيش جزاءهم؟ أن يقتلوا، شيء كبير، أو يصلبوا، شيء كبير، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض. شوف كيف الله عز وجل جعل الابتعاد عن الوطن جزاء وعقوبة عظيمة مساوية وقريبة لهذه العقوبات الشنيعة والعظيمة. ولذلك كانت من العقوبات أن الزاني البكر يهرب سنة. يقول الشافعي كفاه خذلانا، كفى به خذلان أن يغرب عن الأوطان. أن الإنسان يخرج عن وطنه هذا بحد ذاته عقوبة. إن الغريب له مذلة سارق، إن الغريب له مخافة سارق، وخضوع مديون وذلة موثق. وإذا تذكر أهله ودياره ففؤاده كجناح طير خافق. لاحظ الإنسان لما شوف مشاعرك بس لما تكون أنت في مطار الغربة وفي مطار بلدك، تشوف الطوابير، تشوف الوجوه كيف تنظر إليك، قدرتك على أصلا شعورك بقدرتك أنك تقدر تسأل، أنك ممكن تخطي، لا أنت جالس على أعصابك من خرج عن داره قبل مقداره. لكن في مطار العودة لا الوضع مختلف تماما، الروح تحلق والارتياح يكون عند الإنسان. لذلك سألوا ذلك العربي، قالوا له ما الغبطة؟ قال الغبطة الكفاية مع لزوم الأوطان، أني يكون عندي كفايتي دون أن أتغرب، ما أبغى أروح ولا أبغى أجي، أنا مبسوط أني أكون هنا. يغبط الإنسان، يغبط الإنسان. لذلك يقول إبراهيم الأدهم، يقول ما كابدت شيء مكابدتي لمفارقة الأوطان. إبراهيم الأدهم الزاهد العابد اللي الزهد عنده يترك أي شيء، قال من أشد الأشياء علي هو مفارقة الأوطان. كل هذا يعطينا انطباع عن أهمية الأوطان وكيف القرآن يصور لنا هذه الأهمية. الخامسة العزاء. العزاء، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال بعض المفسرين هذا عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود إلى مكة. فهذه خمسة أشياء تدل على أهمية الأوطان في حياة الإنسان بشكل عام. من خلال هذا كله عندي سؤال محوري. اليوم لما يطلع لنا شاذ معين أيا يكون، فجأة يروح برا يقول أنا خرجت من السعودية نائن بنفسي عن ظلم أو أيا يكون خونة الأوطان، ماذا يقول لهم ياسر الحزيمي؟ العلاقة مع الوطن قائمة على علاقة تبادلية، علاقة تختبرها الأزمات.
تختبر المواطن وتختبر الوطن. شوف كم من الاعتزاز زاد عند السعوديين لما شاف تعامل الدولة أثناء أزمة كورونا، ونظر إلى تعامل كبرى الدول التي كادت أن تتخلى عن شعوبها. هنا يزداد فخر المواطن بوطنه، والعكس الوطن ينظر إليك أثناء الأزمات، ماذا ستفعل أثناء الأزمات؟ العلاقة مع الوطن، الناس بعض العلاقات مع الوطن أحيانا تكون علاقة طفيلية، أن يكون طفيليا أن يقتات على موائد الوطن، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هو يبغى كذا، العلاقة مع الوطن علاقة انتهاز، علاقة استغلال. نوع ثاني من الناس عنده العلاقة مع الوطن العلاقة الطفولية وليس الطفيلية، طفولية، أنت درسني وعلمني ووظفني وزوجني وطببني، وإن كان الوطن يفعل ذلك، الوطن يفعل ذلك، إلا أنه يظل متكئاً مرتمياً في أحضان وطنه بكل سلبية. فهذه العلاقة علاقة طفولية ارتمائية، لكن في علاقة أعظم من ذلك، هي العلاقة ليس الارتمائية ولا الانتهازية، هي العلاقة الانتمائية، أنا أنتمي لوطني في الأزمات وفي الرخاء وفي الشدة وفي العسر وفي اليسر، تجدني أنا ثابت لا أتغير. كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين تخلفوا والذين خلفوا في غزوة تبوك، كعب رضي الله عنه ومرارة وهلال بن أمية رضي الله عنهم أجمعين، جاء كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب يقول، ثم سأله ما الذي جعلك لا تلتحق بنا، ما كان عنده عذر، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا ما عندي عذر، بالعكس أنا كنت جاهز وعندي راحلتي جاهزة وأنا نشيط وما عندي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب، قال أما صاحبكم هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله. غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يقاطعوه. شوفوا الأزمة الآن، هجران، المدينة كلها لا تتحدث معه، يوم يومين ثلاثة أربعة، الله عز وجل يصف حالتهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني هذه الدنيا كلها لما هجره الناس لا تساوي شراك نعله ولا شيء. يقول فهجرني الناس وأذهب إلى السوق لا يكلمني أحد، وأدخل وأسلم في المسجد وأسأل نفسي هل حرك شفتيه النبي صلى الله عليه وسلم بالرد على السلام أم لا، حتى السلام حد يسلم عليه. يقول حتى ضاقت علي نفسي، فتسورت جدار ابن عمي أبو قتادة، وكان يقول من أحب الناس إلي، فسألته يا أبا قتادة ناشدتك الله هل ترني أحب الله ورسوله، يقول ما رد علي. مرة ثانية يقول ما رد علي، يقول فأعدتها ثالثة فلم يجبني، ثم قال الله ورسوله أعلم. يقول فنزلت من الحائط وأنا أبكي. في هذه اللحظة، في هذه الأزمة، في هذا الضيق، يأتيه رجل من الشام يسأل أين كعب بن مالك، يقول فيشير الناس إلي، هذا ما يكلموني، يقول هذا أتاني وأعطاني رسالة من ملك غسان. شوف أنت ما أحد يكلمك ويجي ملك من ملوك العرب يخطب ودك. يقول ففتحتها، شوف الآن قضية الانتماء، يقول ففتحتها وإذ بها لقد بلغنا أن قومك أن صاحبك جفاك، إلحق بنا نواسيك. شوف ملك غسان وارتباطه بالروم قاعد يرصد الاضطرابات وينظر في شبكة العلاقات وتوتراتها، ويقصد شخص في عز الأزمة وعز اضطراب
واختبار الانتماء له لهذا الدين. يقول كعب قرأ الرسالة على طول على طول، ما قال والله خليني أشوف بكرة مرني وأشوف، خليني أتأمل. كم تعطوني؟ يعني متى تحتاجون أرد عليكم؟ هذه الرسالة الملكية، خليني أروح أقول للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بمكانتي عند الآخرين، لا تخسروني. لا لا لا، يقول فقلت وهذه من البلاء. هذا اختبار لك الآن، خلاص يقول وهذه من البلاء. يقول فيممتها التنور فسجرتها به، أيوة حركتها، أنا أقطع الطريق أمام شيطاني حتى لا أرجع مرة أخرى. قارن بشخص تأتي أي توترات أو توجسات أو خيبات أمل ويلصقها بالوطن، ثم يبدأ يسمع لكل نعاب ويستثار ويحرض ويختار أن يعاقب نفسه بنفسه، ويخرج من داره فيقل مقدار. عند حدوث الأزمات النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا منهجية في التعامل مع هذه الأزمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إنكم ستجدون أثرة من بعدي. أثرة بمعنى أن الناس يستأثرون بالحقوق دونكم. ومن الصحابة اللي قامت هذه الدولة على أكتافهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس سيستأثرون الحقوق عنكم. فيقولون ماذا نصنع يا رسول الله في ظل الأزمة هذه والاضطراب واختبار الانتماء، ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال أدي الذي الحق الذي عليكم، السمع والطاعة، أدوا الحق الذي عليكم لولي الأمر، إيه؟ واسألوا الله عز وجل الذي لكم. بهذه الطريقة تدار الأزمة، وليست أنا البلد ما هو بقالة بعملية تجارية أعطيك وآخذ، وإذا أعطيتك ما أخذت تزعل، لا ليست هكذا. ولن تستطيع أن تجاري حق بلدك عليك، دائما الغلبة له، ودائما الميزان في الكفة هو الذي يرجح عليك. ولذلك هذه الأزمات فيها اختبار حقيقي لانتماء الإنسان تجاه دينه تجاه وطنه وتجاه مقدراته ومقدساته. إذا سألت أي شخص تجده أمامك هل تحب وطنك؟ في الغالب سيرد عليك بلا تفكير أو شك نعم أحبه. هذا الرد يا أبو بدر السريع يجعلني أتساءل دائما، محبة الوطن هل هي ادعاء أم حقيقة؟ لا لا هو حقيقة، هناك من يدعي، لكن نعم هناك من يحب وطنه. محمد صلى الله عليه وسلم يحب وطنه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وهو يقول والله إني لا أعلم أنك خير أرض الله وأحبها إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ثم يرى شوق الصحابة رضوان الله عليهم إلى مكة، وتبلغه أبيات بلال لما أصابته الحمى وشوقه إلى مكة، فيسأل الله عز وجل يقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. الإنسان يحتاج أن يكون في بلد يشعر أنه يحبه، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب المدينة إلى الصحابة حتى ينتهي ذلك الشوق إلى مكة، الشوق الكبير، وتكون أرواحهم موجودة وليس أجسادهم، تكون أرواحهم وأجسادهم موجودة في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل مفارقة الأوطان من العذاب، من العذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من عذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره حاجته فليعجل إلى أهله، ارجع ارجع. بل أعجب من ذلك في الحج قال إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله فإنه أعظم لأجره. قالوا يرجع إلى أهله فإن لم يكن لديه أهل فيرجع إلى وطنه، يرجع إلى وطنه. دائما وجودك في الوطن معناها تأديتك للحقوق والواجبات وحضور الجماعة والجماعات والاستقرار والإنتاجية، هذا ولذلك نعجل للرجوع إلى أوطاننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنس كان إذا أبصر جدرات أو درجات المدينة، إذا أبصرها وجاي من سفر يقول أوضع راحلته أسرع، يقول من حبها أي من حب المدينة. يقول ابن حجر معلقا وفيه مشروعية حب الأوطان والحنين إليها. الذهبي رحمه الله لما أراد أن يعدد محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عائشة
وأباها وأسامة وسبطيه، ويحب العسل والحلواء، ويحب أحد، ويحب وطنه. الجاحظ يقول: العرب كانت إذا سافرت أو غزت تأخذ من تراب أرضها ووطنها رملاً أو عفراً لتستنشقه، يأخذهم كده بس خرمان. ويقول بيضاوي، يقول: إذا غاب الإنسان عن وطنه فإن تراب الوطن يعدل المزاج. إذا أخذ معه، إذا تغرب الإنسان وأخذ معه تراب الوطن فإنه يعدل المزاج. أنا مرة سألت نحال، قلت له: شوف بس ارتباط الإنسان، ارتباط الروح، ترى وطنك فيه ذكرياتك، فيه رفات أجدادك، فيه إنجازاتك، فيه طموحك، فيه علاقاتك، وفيه داؤك ودواؤك من وطنك. سألت نحال وقلت له: أنا إيش أفضل عسل للحساسية وللكذا؟ ظننت أنه بيجيب العسل الفلاني ولا الشجر الفلاني. قال: العسل أفضل عسل من عسل النحل الذي رعى في مدينتك، من أرضك، من أرضك. يعني في المكان اللي أنت عايش فيه، دواءك وداءك هنا، هناك، هناك، كل شيء في هذا الوطن، في هذا الوطن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله تربة أرضنا. شوف رقية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يا الله. ليست هذه خاصة بريق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض العلماء، وليست خاصة بتربة المدينة، وإنما هي عامة هذه الأرض. ابن حمدون في التذكرة يقول: عمرت الأوطان، عمرت البلدان. شوف كلمة عجيبة، سبحان الله. يقول: عمرت البلدان بمحبة الأوطان. عمرت البلدان بمحبة الأوطان. مش معنى في علاقة هنا؟ شوف الفكرة الآن. إيه؟ ونسب إلى عمر، بس عشان نفهم العبارتين، نسب إلى عمر أنه يقول: لولا محبة الأوطان لخرب بلد السوء. إيش الفكرة؟ الفكرة أن ثمة بلاد كثيرة الحشرات، شديدة البرد، شديدة الحر، شديدة الوعورة، لا يعدل أصحابها بها مروج أوروبا ولا جبال شرق آسيا ولا سهول أفريقيا ولا لا. تلقى الواحد يروح ويسافر إلى أبعد بقاع الأرض وأجملها وأحسنها هواء وماء، لكن يبغى نفود الدهنة ويبغى الوهيب ديرته. ليش؟ لأن هذا وطنه. وكنا ألف، يقول الشعر: وكنا ألفناها ولم تكن مألفا، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، كما تؤلف الأرض التي لم يكن بها هواء ولا ماء ولكنها وطن. بمجرد أن تكون وطن يبدأ الإنسان يألف هذا الوطن. ابن الزبير يقول: ليس الناس بشيء من أقسامهم، من أرزاقهم اللي تعطى، بأقنع منهم بأوطانهم. كل واحد لو وطنه، وطنه متهالك بمؤشرات التنمية، وطنه متهالك، لا يسمح لك أن تتحدث عنه بشعرة، مقتنع فيه. وهذا تفسير مقولة ابن الزبير رحمه الله. كيف ننمي حب الأوطان؟ تنمي حب الوطن أن تعرفه. كيف؟ أن تعرفه. شوف أبو سلمان، الوطن أو المحبة شيئين: محبة عمياء ومحبة مبصرة. المحبة العمياء هو الحب المطبوع، الحب الفطري، حب الاتباع والتقليد. يكون عندي حمية الوطني لأنه وطني بس، هذا حب مطبوع فطري. ثمة حب مبصر، وهو الحب المصنوع، مصنوع، هو القائم على المعرفة، الذي يخاف الله عز وجل ويرجو الله عز وجل ويتقي الله عز وجل، هو الذي يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. وما قدر الله حق قدره. الذي يحب وطنه يجب أن يعرف عن هذا الوطن تاريخه، أمجاده، أيامه، بطولاته، أعداءه، تحدياته. لازم يعرف عن هذا الوطن، لازم يعرف عن وطنه الفاتورة التي دفعت من أجل أن يكون هذا الوطن بهذه الطريقة. في فاتورة، يا الله، سالت دماء، سال دم، وسال دمع، وسال عرق، وسال عرق من أجل هذا الوطن. إذا عرفت الفاتورة التي دفعت، أنت هنا تعرف قيمة أن تمشي من شمال المملكة إلى جنوب المملكة 2000 كيلو،
تتحجب في الأمن والاستقرار والتنمية والبنى التحتية. كيف توحدت هذه البلاد؟ يعرف الجهد الذي بذل في توحيد الله عز وجل في هذا البلد. ترى لما تدخل مقبرة ما تشوف أضرحة، ترى هذا المشهد يا أبو سلمان مشهد ترى بذلت فيه مهج، يتمت فيه أطفال حتى تزال هذه البدع ويكون هذا البلد بلد توحيد. ليس مشهد عادي. ترى لما تشوف الأمن والأمان لا تعتقد هناك أناس تحملوا المخاوف لكي أطمئن أنا وأنت. توحيد لهذا البلد وتوحيد لمناطقه وتوحيد لقبائله خلف ولي أمر مطاع ومرضي. هذا البلد يحتاج أن تحافظ عليه وأن تفخر به وأن تدافع عنه. بهذه الطريقة يحب الإنسان وطنه بطريقة صحيحة. ولذلك العبء كبير جدا على المربين، على المعلمين، على صناع المحتوى، على الإعلاميين في تبصرة الناس عن هذا الوطن. ومن تبصر تصبر. أي لما كيف تصبر؟ كيف تصبر على الحلم؟ على رؤية 2030 كيف تصبر عليها؟ لازم تشوف، لازم تعرف. من تبصر عرف، تصبر. بهذه الطريقة يحب الإنسان وطن. حب مطبوع، وعندنا حب مصنوع. لابد أن نشتغل على الحب المصنوع. تحب وطنك إذا كنت تعلم عنها، وتحب وطنك إذا كنت تعمل فيه. فإن الإنسان يحب الكل لأنه قدم الجزء. لما تروح مع ناس تروح مثلا مع ناس أنت جايب ملعقة من الموائد كلها، أنت فرحان، أنا مشتغل معهم في العشاء، أنا حياكم الله تفضل، وأنت جايب ملعقة بس قدمت جزء فأحببت الكل. لكن من قل إسهامه في وطنه كثر على وطنه سهامهم. لما سوى شيء. ولذلك جاء ذلك الأعرابي كان يرقص فرحا في سباق للخيول، فسأله اللي بجانبه قال خيل لك؟ قال لا، اللي جام حقي. ملازم ترى، أي مساهمة. أنت تخدم بلدك، إن كنت في الساسة تكون في الساسة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحراسة تكون في الحراسة. كذا تحب بلدك. شوف سباق الفورمولا أو سباقات السيارات السريعة، أول ما توقف السيارة عشان يسوي لها صيانة عشان تنطلق مرة ثانية ركض، شوف كم واحد يجي، اللي يفك الكفرات، اللي يعبي البنزين، اللي هواء على طول، اللي الهواء، اللي تخيل واحد جاء قال طيب أنا بركب في الكفر ومعتز هو اللي سوق وهو اللي بيفوز وهو اللي بيكشخ وأنا وش والشيك رايح لها، أنا وش عندي، أنا شو أسوي؟ ما حد بيفوز. هذه العقلية ليست عقلية تحب الوطن، وليست عقلية تحب ولا تحسن التعامل مع الفرق والفرق العمل. لا يحسن التعامل معه. أمثال هؤلاء سوسة تنخر في 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 كبد الوطن. يا الله. فكيف نحب الوطن؟ أن تعمل فيه، أن تكون جزءا من هذا الوطن. إذا كنت جزء من هذا الوطن صدقني أنت بتدافع عنه، لأنك ستدافع عن جزء منك وعن شيء أنت أسهمت فيه. بهذه الطريقة يبدأ إنسان في تنمية حبه لوطنه. أنا أخاف من خلال كلامك الحين يقولون ياسر الحزيمي مطبل. أنا أول مرة سمعت هذه الكلمة، أول مرة سمعتها أو قرأتها كانت في أدبيات بكر أبو زيد رحمة الله عليه الشيخ، كان كتب وصايا لطلاب العلم ويحذرهم من المعلومات الطبولية، وهي المعلومات اللي ما وراها نفع ومبالغ فيها والقصد منها الإبهار. الطبل يشير إلى وجود صوت مع وجود فراغ. طبل فارغ وفي جلجلة. إذا كنت تتكلم أنت عن حقائق أنت ما الطبل. إذا تتكلم عن إنجازات أنت لست طبلا. إذا كنت تتكلم عن أرقام أنت لست طبلا. أنت تتكلم عن أشياء حقيقية، عن منجزات يعني. في البلد، شوف أبو سلمان، البلد فيه إنجازات ضخمة.
المثل يقول تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، البلد فيه طحن أكبر من أن نقله بقلالنا ولا بسلالنا. إحنا مقصرين أصلا. ففي أرقام، في منجزات، في قفزات في البلد. تتكلم عن الأداء الاقتصادي، تتكلم عن المعاهدات، تتكلم عن الاتحادات والمجموعات، تتكلم عن البنى التحتية، تتكلم عن قطاع الرياضة، قطاع التعليم. الأحلام أصبحت أمامك حقيقة. فلما تجي تتكلم أنت بهذه الطريقة ويقول أنك طبل، لا غير طبل، إنما أنا مرآة أعكس لك الحقيقة، أعكسها لك. إذا رأيت وجهك في المرآة لا يعجبك فلا تكسر المرآة يا أخي. وشي حلو، أنت مش نمبك غير وجهك، غير ابتسامتك. ليست مشكلة في المرآة. وأشوف لو أنا بفترض افتراض جدلاً، هذا الذي يقول فلان طبل وفلان كذا وفلان، جدلاً أنا بقول 90% عندنا لخبطة، و90% عندنا إخفاقات، و90% ما عندنا إنجازات، عندنا 10%. لن يسمح لك أن تتحدث عن هذه العشرة. إيش العشرة؟ ما يبغاك تتكلم عن العشرة. طيب أما 99 عندنا مشاكل، تسمح لي أتكلم عن 1%؟ يقول لك إنجازاتي. لا ما أسمح لك، لا يريدك حتى 1% أن تتحدث عنه، لا يريدك. لكن بينما لو تبدأ أن تمدح في وطن آخر لقال أنت مثقف، واعي، راقي، ناضج، يا أخي ما شاء الله عليه. لكن تتحدث عن وطنك، أنت وطنجي، أنت مداهن، أنت متملق، أنت طبل. شوف غالبا وجهة نظر الذين يتحدثون بهذه الطريقة اللي يقول لك والله طابل وما ادري ايش، احد امرين، اما ان يكون انسان معرض او انسان مغرض. يا معرض يا مغرض. معرض بمعنى انه ما يدري، ترى هو ما يدري عن انجازات بلده، ولم يرى من جبل الجليد الا قمته، ويقول بس ما شاف المعاناته، انتم شغلتونا بالقمه بس هذا. فيعتقد انك انت قاعد تبالغ وقاعد تطبل وقاعد يعني تداهن، لأنه معرض ما يدري إيش قاعد يصير، ما يعرف الإنجازات، ما يدري. وإما يكون إنسان مغرض. كيف مغرض؟ هو يعرف لكن يسوءه هذا التميز، ولا يريد منك هذا التميز. شوف أنا لما يكون مبناك أعلى من مبناي عندي أحد أمرين، إما أنافسك وخلي مبناي أطول من مبناك، بس هذا متعب يا أخي ويأخذ مني جهد ووقت. الحل عشان يكون مبناي أطول من مبناك أشوهك أني أحطم مبناك. يا الله. فأبدأ أنا لا يرضيني نجاحات بلدك، لا ترضيني، ويبدأ هنا بالاستنقاص، يبدأ بالاستنقاص إيه؟ وأيضا باتهام كل من يتحدث عن وطنه بأنه مطبل وأنه مرتزق وأنه مداهن وأنه متزلف وأنه وأنه. لماذا يفعل الناس ذلك؟ في لمسة نفسية في القرآن، يقول الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا. ليش يا ربي؟ لتكونون سواء. ترى الإنسان يبغى يفرح أن يشاركه الناس ليس في منجزاته، لا في إخفاقاته، لأنه تهون عليه. بس أنت سيرك يشعرني بالتوقف، حركتك تشعرني بالجمود يا أخي، نجاحك يحرجني أمام من حولي ويقيم الحجة على بلدي. شوفوا السعودية كذا، شوفوا كذا، نجحوا في كذا، فعلوا كذا، ففي ضغط على بلدي. وبالتالي تجد كثير من الناس يقاوم هذه لأن عنده متأزم نفسيا، هو عنده إشكالية نفسية. ولذلك نقول للمعرض، المعرض نقول له تعال اركب القطار، تعال الحق. ونقول للمغرض ابتعد حتى لا يدهسك القطار. هذا يذكرني بكلام سمو سيدي ولي العهد الله يحفظه في أحد المؤتمرات، كان يقول أو أحد المقابلات أنه دائما يقولون أنه مشاريع السعودية خيالية لا يمكن أن تتحقق في السعودية، فردوا قال سنريهم بالأرقام. فالكلام ما شاء الله مترابط فيما بينه. الإنسان الآن ما يستطيع أن يحصر مستوى التغيرات مش في السعودية، لا في مدينته، في مدينته نفسها. يطلع يلقى في ذا شيء، مبادرة هنا، فكرة هنا، منجز هنا، بنى تحتية هنا،
تغيرات في هذا المكان. أنا أذكر مرة حاولت أسوي مبادرة قبل يمكن سنة بإنشاء منصة لإبراز منجزات الوطن. نعم. وبدأنا نجمع المعلومات قبل عام، يمكن أقل من عام، أقل من عام، وبدأنا نجمع المعلومات. نعم. على طول في 48 ساعة ماتت الفكرة على طول، استسلمنا. لماذا؟ كمية المعرفة التي يمكن أن نستخرجها علشان نعيد قولبتها وتصميمها وكذا وإعادة نشرها مهولة. أنت ما تتكلم عن إحنا كيف نجيب المنجزات، لا 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 لا، هذا لا تستطيعه. إحنا لقينا مو بس لقينا في حسابات رسمية شغالة بس على رسمية وغير رسمية، شغالة على إبراز الرياض بس، منجزات الرياض، عداد المشاريع الرياض، جدة، ما أتكلم عن المملكة. إحنا كنا ناوي نسوي عن المملكة. شوف الرياض لقينا فيه، طيب هذا على مستوى المدن، لا في أشد على مستوى القطاعات، تجي على مستوى الرياضة بس، الرياضة بس، شوف كذا مجموعة المنجزات على مستوى البنى التحتية، مجموعة على مستوى المياه، على مستوى، قلنا لا يا جماعة هذا ما نقدر نسوي فيه شيء، هذا يحتاج جهد، يعني اتصال مؤسسي حكومي وتعاضد الكثير من الجهود لإبرازه. كان في واحد يبغى يبيع بيته، فراح وعطاه مسوق، مسوق شاطر بس كان صادق، فراح كتب، حط أعلن في منصة الإعلان وقال فيه بيت إطلالته كذا، إضاءاته كذا، رخام، معتق، أبوابه مدري إيش، مساحته كذا. فالرجال اللي ناوي يبيع البيت أصلاً هو ناوي يبيع بيت ويشتري بيت، فراح قدم يشتري هذا البيت، فكلم المسوق قال يا رجل هذا بيتك، قال كيف هذا بيتي؟ قال لي هذا بيتك بس أنا أبرزت الأشياء اللي أنت شايفها، قرب الشيء حجاب. يا أخي شوف، وخر شوي، وخر شوي بتشوف، وخر شوي وتشوف. قال هذا بيت، قال لا هذا مو بيتي، هذا بيت الأحلام، إحنا هذا البلد مو بلد الأحلام، هذا البلد بلد الأرقام، بنشوف إن شاء الله. يا سلام، أحببت وطني، كيف لي أن أخدمه؟ طيب أول شيء تخدم وطنك بأن تكون مواطن صالح، هذا أبرز خدمة يمكن أن تقدمها لوطنك، أن تكون أنت نفسك صالح. اثنين، أن يكون دورك متوافق مع مكانك ومكانتك وإمكاناتك في خدمة هذا البلد. مكانك وين أنت فيه، أنت مسؤول عن اللي حولك، ومكانتك عندك صلاحيات ما عندك صلاحيات، وإمكاناتك عندك قدرات ولا ما عندك قدرات. لأنك شوف ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يحقرن أحدكم نفسه، قالوا يا رسول الله وكيف يحقر أحدنا نفسه، قال أن يكلفها من البلاء ما لا تطيق. بمعنى أنك أنت ممكن تبغى تخدم وطنك بطريقة تكلف نفسك من البلاء ما لا تطيق، فتذل نفسك، تفشل فتذل نفسك، يقول ابن عثيمين وتذل الحق الذي تدافع عنه. فأنت ممكن تذل وطنك لأنك أنت أصلا أخطيت، تبغى ترد على ناس وتدخل في السياسة، وش لك في السياسة؟ مكانك لا، مكانتك لا، إمكاناتك لا، ليش تدخل في هذا الباب؟ تبغى تدافع في مجال، لا مو بهذا خدمة وطنك. أحيانا الإنسان يعتقد أنه على ثغر بينما هو ثغرة، هو نفسه صار ثغرة، أراد أن يخدم لكنه في الحقيقة يثلم ويخرم ويهدم، هو لا يخدم وطنه. إذن كيف أخدم وطني؟ أن تكون على ثغر، ولا أن تكون ثغرة. أخدم وطني بأن أكون على جبل الرماد أثناء الأزمات وأثبت حيث طلب مني الثبات وتحقيق الهدف، ما أنزل الغنائم ولا أشوف مصالح الشخصية ولا أقدم احتياجاتي على احتياجات الوطن والبلد والمجتمع وأهلي لا، أن أستجيب لولاة أمري، أن أستجيب للمسؤولين، للعقلاء، للعلماء، وأكون على جبل الرماة في وقت الأزمات. أنا بهذه الطريقة أخدم بلدي، أني أخدم أنا بلدي بمعنى أن يكون عندي منظومة المسؤولية والصلاحية حاضرة في ذهني، منظومة الصلاحية ومنظومة المسؤولية. أستطيع أن أخدم وطني أن أكون أكثر إنتاجية، أكثر جدية، أكثر نفعاً
أكثر تفاؤلا، أنا أكون أنا أخدم وطني بهذه الطريقة. إحنا في هذا الوطن في قارب، نجدف، بعضنا يجدف بسرعة وبحماسة، بعضنا يجدف ببطء، بعضنا يجدف إذا رمقته الأنظار، بعضنا يجدف إذا وعد بوعود، بعضنا ما يجدف، علاقة طفولية وطفيلية مع الوطن لا يجدف، بعضنا يجدف بالعكس، بعضنا يكسر المجاديف، يكسر المجاديف. طيب ماذا أفعل أنا؟ هذا اللي يكسر المجاديف مو شغلك، في جهات مختصة تتعامل معه، واللي ما يجدف مو شغلك. طيب إيش شغلي أنا؟ شغلي أن أستمر في التجديف، استمراري في التجديف هو خدمة لوطني. إذن بهذه الطريقة أنا أخدم وطني، أخدم وطني بأن أستشعر أنني لا أمثل نفسي. هذه نقطة في غاية الأهمية أبو سلمى، أنت تمثل نفسك أمام الشريعة، لا تزر وازرة وزر أخرى، وأمام القانون تمثل نفسك، أما أمام صناعة الصورة الذهنية وأمام إدارة السمعة أنت لا تمثل نفسك، أنت تمثل من تنتمي إليه. فأنت أمام العالم تمثل المسلمين، وأمام المسلمين تمثل العرب، وأمام العرب تمثل الخليجيين، وأمام الخليجيين تمثل السعودية. يا الله العلاقة. هشوف، وأمام السعوديين أنت تمثل قبيلتك أو تمثل منطقتك، وأمام قبيلتك أنت تمثل عائلتك، وأمام عائلتك أنت تمثل نفسك. فما أجي وأقول لا والله أنا أمثل نفسي وأعرف بما لا أعرف وأخطئ، لا، الناس بيقول هذا 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 سعودي. نعم. استشعاري أنني لا أمثل نفسي يجعلني أتزن في ردات فعلي وفي سلوكي، لأني لا أمثل نفسي، أنا أمثل وأنا سفير عن وطني، أكون سفير خير لهذا الوطن. طيب أخدم وطني من خلال فهمي لمنظومة الصلاحيات والمسؤوليات، هذه في غاية الأهمية. شوف تخيل عندنا مصفوفة، المصفوفة هي عبارة عن المصفوفة كأنها شباك، شباك نافذة فيها خط كذا وزائد، في فوق وفي تحت وفي يمين ويسار. فوق خلينا نقول عندي مسؤولية عالية، شعوري بالمسؤولية عالي تجاه أمر معين، ما سأقوله ينفع في التعامل مع الوطن، التعامل مع الوظيفة، التعامل مع أسرتي. إما أن يكون عندي مستوى عالي من المسؤولية، نعم، أو مستوى منخفض من المسؤولية، شعور منخفض من المسؤولية. عندي مستوى عالي من الصلاحية، وفي أماكن عندي مستوى منخفض من الصلاحية، لابد أكون واعي بها. طيب رقم واحد، إذا كان شعوري بالمسؤولية عالي وعندي صلاحيات، هذه مسؤولية شخصية، شعور عالي بالمسؤولية وعندي صلاحيات، سور بيتي، شيء في بيتي، أبنائي، وظيفتي، مالي، سلوكي، قيادتي، تعاملاتي، عندي الصلاحية في أنا أتحكم فيها ومسؤوليتي تجاهها عالية، هذه مسؤولية شخصية وتلام عليها عند التقصير. النوع الثاني تكون المسؤولية عالية، مسؤولية عالية، نعم، والصلاحية منخفضة، وهنا الإشكال. مسؤولية عالية، شعور بالمسؤولية عالي، الصلاحية منخفضة، مو شغلك يا أخي. هنا يأتي الاندفاع والتدخل، ويكون الإنسان أحيانا في موضع ريبة. يعني لما تجي أنت تشوف، أعطيك مثال، تجي تلقى إنارة طافية في الشارع، إيش صلاحيتك؟ أبلغ بلدي بس، أروح بلدي وأبلغ. تطبيق قبل كيش تطبيق وقام. لا أنا جبت سلم، عندي شعور بالمسؤولية عالي، يلا كيف أنا زينة؟ لا 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 أنا زينة، وأجيب سلم وأروح وأسويها، ملام ولا غير ملام؟ أنا ملام. ملام ملام. هل أنا في موضع، أنا ممكن تكون هنا لص، ممكن تتهم أنك لص، ولذلك هي موضع ريبة. زيادة مسؤولية فوق مستوى الصلاحية يدخلك في مكان الريبة، هذا إيش عندي هنا؟ هذه مهر والعبث، إيش قصته؟ إيش الحرص الزايد هذا؟ أو ما أدري إيش؟ لأن في مسؤولية عالية، شعورك مسؤولية عالي وصلاحياتك منخفضة. الشعور بالمسؤولية العالي قد يجعلك تعتقد أنك طبيب وتعالج الناس، قد يجعلك تمارس دور سياسي. الآن في البلد كل يمارس دوره وفق صلاحياته، إذا حدثت أزمة السياسي له
له صلاحيات وله أدوار ما تأخذها حقته. العالم له أدواره، الجندي له أدواره، المحامي له أدواره، والشاب له أدواره. أما أني أنا بصير الطبيب والمهندس فأمارس صلاحيات غيري، أنا كذا لا أخدم بلدي. الذي يقودني ليست شعوري بالمسؤولية، الذي يقودني هو صلاحياتي في التعامل مع الأزمات ومع الأحداث وفي خدمة هذا البلد. طيب، أحيانا يكون عندك الشعور بالمسؤولية منخفض والصلاحية عالية. شعور بالمسؤولية منخفض، أتوقع هنا الكارثة. إيه هذا الإهمال. شعور المسؤولية منخفض وصلاحية عالية، عندك شيء ما أنت المفروض تسوي لسويته، عندك أشياء في يدك ولا فعلتها. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر دائما بتحمل المسؤولية. إنسان لا يشعر بالمسؤولية، لا يشعر بالمسؤولية، وهي من صلاحياته. ولذلك دائما دائما يقول لك والله فلان، والله فلان لا يتحمل المسؤولية. إيش معنى المسؤولية؟ مسؤولية الشعور بالواجب والتعامل مع هذا الشعور بجدية. أنا مسؤول بس ما تجاوز حدود صلاحيتي حتى لا ألام بعد ذلك. هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة وهذا موجود، اللي هو صلاحية منخفضة ومسؤولية منخفضة، هذه يسمونها المسؤوليات المشتركة. المشتركة بمعنى أنا ماشي ولقيت، وأنا ماشي في الطريق لقيت يعني كفر من سلخ في الشارع، صلاحياتي منخفضة ومسؤوليتي منخفضة لأن ليست مسؤوليتي لوحدي، أنت موجود في الشارع والثاني والثالث والرابع، هنا المسؤولية مشتركة. في المسؤولية المشتركة لابد أن يكون لك دور. فكرة ما كاري، ما لي دخل، ما لي صلاح، هذه فكرة غير مسؤولة، غير مسؤولة، لأنها ممكن تودي بحياة آخر، وبالتالي أنت تكون أكثر إيجابية. أكثر إيجابية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال: غفر الله لرجل أماط غصنا عن طريق المسلمين فأدخله الجنة. الجنة التي طارت من أجلها أعناق وغبرت من أجلها أعقاب، يدخلها عشان وخر غصن. إيه؟ الشعور بالمسؤولية. أماط أذى عن المسلمين، شعور بالمسؤولية. من كان في يده فسيلة وقامت القيامة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. يا الله، أغرس، سو، عندك مسؤوليات في حدود صلاحياتك اشتغل عليها. الإشكال وين؟ أعيد وأكرر، عندما يمارس الإنسان ظناً منه أن يخدم بلده أو يخدم وظيفته أو يخدم أسرته، أن يمارس أعمالاً بدافع الشعور بالمسؤولية دون وجود صلاحية. أنت ما عندك صلاحية، اجعلها لغيرك، وغيرك يكفيك المؤونة بإذن الله تعالى. هذه فكرة كيف أنا أخدم بلدي. الآن في تطبيق كلنا أمن مثلاً. كلنا أمن مو معناها أني أنا أروح أمسك الواحد، لا. إيش صلاحيتك؟ صلاحيتك أني أبلغ. إيش حدود مسؤوليتك؟ انتهت عند التبليغ، خلاص. أما أجي أنا ولفلف واستقصي وأروح ألفلف على البيت وتأكد هو بشغلك أنت هنا، لو فعلتها أنت ملام، لأن خارج حدود صلاحياتك، وإن كانت شعورك بالمسؤولية يكون مرتفعا. هذه فكرة التعامل مع المسؤولية والصلاحية في التعامل مع خدمة هذا الوطن. آراء السعوديين قد نجدها بسهولة الآن في منصة إكس، سابقاً تويتر أقصد. ما رأيك في المغرد السعودي؟ سؤال مخيف. شوف، المغرد السعودي تحديداً يعني خلنا نقول لك مكتمل الصفوف، حاد السيوف، جميل الحروف، لا يهاب الحتوف. شوف، مكتمل الصفوف، تبغى سخرية في سخرية، تبغى عمق عمق، تبغى استقصاء فيه استقصاء، تبغى سرد، تبغى صبر، فيه موجود. شوف، لازم نفرق بين أخلاق الحرب وأخلاق السلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فتح مكة قال: اذهبوا أنتم الطلقاء إلا أربعة، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. مو دايم. الردع يحتاج أحيانا إلى خشونة لإزالة وسخ الأشياء. ثمة من الناس من هو
حاقد، ثمة من هو ناقد، ثمة من هو متناول لمسألة، وثمة من هو متطاول. ايش تبغى نسوي معه؟ بعض الناس يشوف الردود المتشنجة في تويتر، انت انظر الى نتيجة هذا التشنج. عندما تتطاول علي مرة وعلى وطني وعلى رموزي مرة مرتين وثلاث وأربع، ثم تلومني على ردة الفعل. لا، الجاهل يعلم، لا بأس، الجاهل يعلم، والغافل ينبه، والناقد يناقش، والحاقد يردع. ما تفرج عليه، ما تفرج عليه. ولذلك شوف لما يأتي الغزالي ماذا يقول. الغزالي يقول: محبة الأوطان متأصلة في النفوس، تحملها إلى أن يدافع عنه إذا هوجم، تكلم عن الوطن، يدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. أجي يقول والله الغزالي وطنجي، لا لا، هذا خط دفاع، وفي بسالة غير طبيعية في التعامل معه. ولذلك هذا جزء من خدمة البلد، الدفاع عن البلد وفق مسؤوليتك وصلاحياتك. السياسي يرد بطريقته، يرد بطريقته. المتضلع في مسألة معينة يرد بطريقته، لكن لا يترك المسألة بهذه الطريقة ثم نشتكي بعد ذلك جرأة الآخرين علينا وما إلى ذلك. فهذا أمر يعني أنا أقوله من خلال رؤيتي وقراءتي، أنه موجود، وهناك يعني ردع قوي، لكن في الوقت نفسه، في الوقت نفسه تجد أن المغرد السعودي مجرد ما يرى أنك تناقشه يناقشك، يرى أنك تتراجع، يرى أنك مثلا يعني تبحث عن الحق، ستجد من يساندك، وهم كثر بإذن الله تعالى. يعني فيه الخير بإذن الله. فيه خير. شوف، الماء إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. أستاذ ياسر، دائما هنالك في سؤال أو تساؤل في الذهن: هذا الشخص وطني وهذا غير وطني، تصنيفات متعددة، ما رأيك في هذه التصنيفات؟ التصنيف فيه إشكالية، فيه إشكالية. أولا يأتيك من يتكلم عن الوطنية فيسلب هذا ويعطي هذا، مو من حقك. في جهات ذات اختصاص، ذات اختصاص هي المسؤولة عن التقييم والتقويم. إن أحسنت أحسنت لنفسك، وإن أسأت فعليه فلا. فما يجي أحد يمنح هذا ويسلب هذا ويشكك في هذا، لا لا، هذا ليس شأنك. إذن هي ليست من صلاحياتك، ليست من صلاحياتك. طيب، لكن في الوقت نفسه، في الوقت نفسه يقول عمر: من كان في موضع الشبهة فلا يلومن من أساء الظن به. أحيانا أنت لما يصدر منك شيء يظهر شبهة خطأ، يجب أن تدافع عن نفسك، لا بأس، ستجد من يهاجمك، دافع عن نفسك. وعلماء الأصول يقولون: الدفع أهون من الرفع. بمعنى أنك ادفع عن نفسك هذا الشيء قبل أن يقع عليك، فيكون من الصعب أنك ترفع هذا الشيء عنك. هذا الأمر الأول في قضية التصنيف. الإشكال في التصنيف ليس فقط هو أن يأتيك إنسان يصنف شخص آخر ويتهمه في وطنيته أو في انتمائه دون بينة، دون قرائن، وأنت لست مخولا أصلا. وهذا مما يفرق المسلمين ويفرق الكلمة ويفرق المواطنين بعضهم من بعض. الإشكال ليس في التصنيف فقط، ثمة إشكال آخر لا يقل خطورة عنه. إيش هو؟ وهو الخوف من التصنيف، الخوف من التصنيف. الخوف من التصنيف تجعل الإنسان مثلا لا يريد أن يذكر الناس بما صح عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهم، مخافة أن يصنف ويقال عن درويش، هذا درويش هذول، فيترك هذا مخافة التصنيف. لا يصرح بحبه لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو يقال عنه شيعي مثلا، فتجد لا يتكلم ولا يظهر هذا الشيء.
تجده لا يتحدث عن محبة الله سبحانه وتعالى ولا عن التزكية ولا السلوك، حتى لا يقال عن صوفي مثلا، فيترك أحكام الدين مخافة أن يصنع. تجد لا يفخر بوطنه ولا يدافع عنه، حتى لا يقال عنه وطنجي مثلا. ولا تجد لا، وهل هي مخيفة يعني؟ أي في ناس لا يريد، يخاف لا يريد التصنيف. تجده أحيانا لا يدافع عن ولاة أمره ولا يحث الناس على الالتفات إليهم والالتمام حولهم وطاعتهم ومحبتهم والدعاء لهم، حتى لا يقال عنه مداهن ولا من علماء السلطان. فما الذي بقي منك؟ لا 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 أحكام دين ولا أخلاق دنيا. نعم. كل ذلك مخافة أن يقال عنه وأن يصنف بتصنيف معين. الشافعي لما جاءته الخوارج واتهمته بالرفض أنه رافضي، ماذا قال؟ قال: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. الله. إيه كذا أنا رافضي. لذلك سنفخر بوطننا وقولوا ما تشاءون، سنحب ولاة أمرنا وقولوا ما تشاءون، هم ولاة ونحن لهم حماة قولوا ما تشاءون، سنفخر بأبنائنا ونعلق الآمال بهم وقولوا عنا ما تشاءون، سنتحدث عن أوطاننا وقولوا عنا ما تشاءون، سندافع عن علمائنا وقولوا عنا ما تشاءون، سنتمسك بديننا وعقيدتنا وتوحيدنا ودعوتنا وقولوا عنا ما تشاءون. أما أبدأ أنا لا أريد أن يقال عني شيء، وأريد أن لا يكون لي لون مخافة أن يقال عني ما يقال، ليست هذه من الوطنية وليست من المروءة وليست من الدين. الحين كمية المعلومات أبو بدر اللي تجي عن الأوطان، خلينا نتكلم عن السعودية، كمية معلومات مهولة سواء سلبية أو إيجابية، كيف يتعامل معها الإنسان؟ في قاعدة الله عز وجل قدمها لنا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. طيب الآية تعطينا المرجعية والمنهجية، المرجعية والمنهجية. المرجعية دائما اسأل نفسك في أي معلومات تصلك ما هو المصدر، هذا المصدر هل هو موثوق ولا غير موثوق؟ فإن كان المصدر موثوق، أحيانا المصدر موثوق يخطئ، انتقل إلى المنهجية في التعامل مع الأخبار. واحد، اسأل السؤال الأول، هي ثلاث أشياء. السؤال الأول: هل المصدر موثوق ولا غير موثوق؟ نعم. فإن كان موثوقا، إن كان غير موثوق اتركه عرض الحائط. إن كان موثوقا اسأل السؤال الثاني: هل الخبر معقول، غير متعارض عقلا، غير ممتنع عقلا؟ هل هذا الخبر يمكن أن يحدث؟ في أخبار كثيرة ترى لو بتتأملها شوي خرابيط. طيب فإن اجتاز الفلتر الثاني اسأل نفسك، إذا عندنا السؤال الأول: هل هذا الخبر صحيح؟ المصدر هل هو موثوق؟ اثنين: هل هذا الخبر معقول؟ ممكن الحدوث؟ ثلاثة: إمكانية العلم به. هذه من أهم الأشياء في الأخبار الموجودة في السوشيال ميديا، إمكانية العلم به. يجيك واحد يقول لك: وأثناء اللقاء قال، همس المسؤول في أذن الآخر وقال له كذا 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 كذا. إمكاني، أنت كيف عرفت؟ كيف عرفت وش قال في ذنه؟ سماعي هنا. كيف عرفت؟ هذا الرقم ثلاثة، الفلتر الثاني، إمكانية العلم به. أنت كيف عرفت؟ معلومة سرية وحصرية ومدري كيف عرفت؟ كانوا في مكان مغلق ومدري إيش، وأنت جاي تقولها لنا في تويتر كذا، أنا مبسوط. الإنسان هو يقرأ يسأل نفسه. غالبا سرعة الخبر ودقته نادرا ما تجتمع. سرعة الخبر ودقته ترى نادرا أنها تجتمع. لذلك الأخبار البايتة ترى زينة غالبا أكثر مصداقية. مرات كنت أروي قصة لأم بدر، أقولها، كان بدر يسمع صغير، كنت أقولها: في واحد طالع مزرعته وعنده ضيوف، وراحوا الضيوف وعنده ناقة يحبها وتحبه. الناقة يوم جاي يمشي الرجال، خلاص بيسري، مشى ضيوفه بيمشي. نعم. بيرجع لبيته، ردته
وقفت قدام السيارة وقفت قدام السيارة، يوم جاي يمشي وقفت قدام بوابة المزرعة، فتحايل تحايل تحايل وهرب منها، راح كانت ما تبغى يمشي. نعم. سبحان الله صار عليه حادث ومات. يا الله. شوف أنت قلت يا الله، أم بدر قالت يا الله. بدر يقول لي بابا، نعم، قال الضيوف ومشوا والرجال ومات. أنتم كيف عرفتوا السالفة؟ شفت كيف؟ شفت إمكانية العلم. هذا الفلتر الثالث، هذا المعيار الثالث. كيف عرفت؟ أنت كيف عرفت؟ لما يبدأ الإنسان يتعامل مع الأخبار بهذه الطريقة لعسى يفلتر الكثير من الأشياء. رقم أربعة، هي ثلاث أشياء. الرابع، إذا سلمت هذه الثلاثة، الرابع يسأل نفسه ماذا أستفيد من هذه المعلومة لو صحت؟ أنا ماذا أستفيد؟ هل هذا الخبر واقع علي أو واقع مني؟ لا، خلاص اتركه، لا تنشغل به، انشغل بما له ثمرة يكون لك فيه عمل ونتاج. وذلك قال الله عز وجل قالوا كم لبثتم؟ أهل الكهف تكلموا مع بعض 300 سنة، شيء حدث عظيم. كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ما قاعد يفكر لا بالله عليك معقولة؟ شو رأيك؟ طيب لا تأكد، شوف، طيب شوف شكلك، شوف أغرابنا، شوف. لا 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 لا، أصلا هذا السؤال ما ينبني عليه عمل. طيب إذا عرفنا ضيع وقتك ليش؟ قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم ما لبثتم. قفل قفل السالفة. فبعث واحد هنا فعل. ابحث عن شيء يفيدك. نعم. أن تتعرض للشبهات عن وطنك وعن دينك كمن يتعرض للفيروسات والأمراض وهو يقول أنا أثق بجهاز المناعة عندي. لا لا، قد يأتيك شيء يفسد عليك طريقة تفكيرك في دينك، وشبهة عن وطنك، عن ولاة أمرك، عن علمائك، عن أهلك. ولذلك الابتعاد عن مواطن الشبه والفتن والمعلومات التي تضر بالإنسان هذا من الحكمة. بطبيعة النفس البشرية تميل للتحليل لتوضيح الإيجابيات والسلبيات دون تحيز، وهذا يعني أصلاً علمياً ما يدعى بالنقد. هل الوطن فوق النقد؟ أول شيء نحرر مصطلح النقد. النقد مأخوذ ينصرف ذهن الناس دائماً، إذا قلنا نقد معناها ذم. لا، النقد مأخوذ من النقد، من الصيرفة، الناقد الصيرفي الذي ينظر إلى النقود ويعزل الصحيح من الزغل، من المغشوش، فيفرده. فإن قلنا أن ثمة نقد بمعنى أن نعرف وش الإيجابيات إيش السلبيات، هذا نقد هادف، هذا هادف. لكن قبل أن ندخل إلى فكرة الانتقاد هل هو صح ولا لا، لازم نشوف شروطه. نعم. هذا بوابة الانتقاد لها مفتاح. أوصيك من قبل الملام بخمسة إن كنت للموصي الشفيق مطيعا، لا تغفلا سبب الكلام ووقته والكيف والكم والمكان جميعا. سلام. قبل لا تنتقد في مجموعة شروط، تنتقد الوطن، تنتقد شخص معين، في شروط. أولا مراعاة التوقيت. في واحد صار لهم حال، فتح ورشة ولقى اثنين صادمين، جاء ونزل سلامات أعطاهم كروت الورشة. وإشكالية الآن بالتوقيت. أنا بعطيك مثال، شوف بس فهم السياق، فهم المشهد، الرؤية من نظرة الطائر إلى المشهد، ما كل إنسان يحسنها. أعطيك مثال. نعم. لما أجي أقول لك ما رأيك بهذه الكلمة، الصحابة بشر يصيبون ويخطئون، إيش رأيك فيها؟ صح ولا غلط؟ بشر يصيبون. كلام صحيح؟ كلام صحيح. ماذا لو غردت أنا بها في حملة لتشويه الصحابة؟ أوه. وجيت أنا قلت الصحابة بشر يخطئون ويصيبون. يا الله. تفهم؟ هذا خطأ. خطأني. هذا كما قال علي رضي الله عنه عندما جاءوا الخوارج وقالوا إن الحكم إلا لله، كلام صح، إن الحكم إلا لله، لما حكم الناس في 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 دين الله جاء قالوا إن الحكم إلا لله. ماذا قال علي؟ انتبه، قال كلمة حق أريد بها باطل. فهم السياق.
يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية وبكفر لهدمت البيت وأقمته على قواعد إبراهيم. فهم السياق، بس ما أسويها يا رسول الله. يقول عمر: دعني أضرب عنقه في حملة تشويه على الإسلام. فيأتي عمر على شخص يقول: دعني أضرب عنقه. هذا فعل صحيح، لكن قد يكون في توقيت ما يكون هذا الفعل الصحيح فعل حكيم. فيقول: لا تفعل يا عمر، يقولون محمد يقتل أصحابه. الله، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المشهد؟ هذا التوقيت يجب قبل أن تقدم نقدا أن تفهم هذا التوقيت. يجي واحد زي الأستاذ حسين الغاوي ويكشف لك 300 حساب بس شغلتهم أنهم يحاربون الدور السعودي، وتجي أنت بكل لا مبالات، بكل لا مبالات، بلا وعي، بلا فهم، بلا تقييم للموقف، وتصور أرضية الملعب وتقول هذه ملاعبنا. ليش سوي؟ قال: والله أنا أبغى أنتقد للارتقاء، انتقاد للارتقاء. أجي أشوف، أروح أصور غرفة ملابس لعيبة معينة، ولا أترجم خطأ حوار مدرب ولا لاعب أجنبي. أنت قدمت خدمة لأعداء الوطن على طبق من ذهب. نعم. لم تراعي فيها السياق. نعم. أنت الآن تهدم، أنت ما قاعد تخدم. نيك زين، توقيتك خطأ. إذا واحد، أن تفهم التوقيت. اثنين، أن تفهم الأسلوب الجيد. اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا. قولا لينا، الأسلوب. الأسلوب إما تكسب القلوب وإما يفجر حروب. هذا الأسلوب. لاحظ، الله عز وجل يأمر موسى وهارون عليهما السلام على عدو الله، عدو الذي قال: أنا ربكم الأعلى. قال: قول له قولا لينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الصحابة ما يجلسون، رغم أنه أفضل نبي وأفصح نبي وأفضل كتب نزلت عليه وأفضل الأديان، وهم أفضل الصحب، لكن لن يتحملوه إذا كان في إشكالية في الأسلوب. إذن راعيت التوقيت، راعيت الأسلوب، وراعي الوسيلة. اذهبا إلى فرعون. اذهبا، شوف الخصوصية. ما قال هشتقا، ما قال حرضا، ما قال سبا، ما قال غردا عن، لا. فتذهب إلى المسؤول، تذهب إلى الوزارات، عندنا الوزارات والمسؤولين إيميلاتهم موجودة ويردون. عندك إشكالية أرسلها يا أخي، لماذا تعلنها في العلن دون مراعاة للتوقيت ودون مراعاة للأسلوب؟ عندك وسائل، فتختار من الوسائل أعسرها وأكثرها يعني حساسية. سأل نفسك، أنت تبغى الإثارة ولا التأثير؟ تبغى الإثارة اكتب غرد سو افعل وصر أنت ترند. تبغى التأثير يا أخي، في إيميل أرسل الإيميل. في خدمة البرقيات، تدخل على خدمة البرقية، إرسال برقية، أول خيار برقية للملك سلمان حفظه الله. ترى قلوبهم مثل مجالسهم تتسعنا، أرسل برقية. ثم يعطيك خيارات شكوى، أي شكوى، يعطيك شكوى، خيارات طلب علاج، خيار تهنئة. تترك هذه الخيارات المتاحة. ثاني خيار ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله. ثاني خيار، ثالث خيار وزير الداخلية، وزير كذا، ووزراء والأمراء المناطق ومدراء الجامعات. أروح أترك كل هذه الخيارات واستخدم وسيلة خاطئة؟ أنا الملام. إذا عندي التوقيت، عندي الأسلوب، عندي الوسيلة، عندي الهدف. إيش الهدف؟ الإصلاح. طيب ماذا لو انتفى هذا الهدف؟ لا تقدم نصيحتك ولا تنتقد إذا كان هذا الانتقاد ليس من هدف الإصلاح، لأن النصيحة إرادة الخير للمنصوح، فإن انتفت فهي تعيير وفضيحة وليست نصيحة، ولذلك تجنبها، عليك أن تتجنبها. هذا ردي إذا سألني أحد: هل الوطن فوق الانتقاد؟ أن تراعي هذه كلها، تراعيها كلها. ثم
يا أخي الإنسان ما يكون إنسان كنود. الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود. من هو الكنود؟ الذي يعدد النقم ويكفر وينسى النعم. نعم. ما يصير إنسان سلبي شكاي متذمر، لا أبدا ما يكون كذا. وفرق يا أبو سلمان بين السلبية والحديث عن السلبية، فرق. السلبية أني أنا يجي أكل مطب أقعد أحلطم فوضى حوسة مدري إيش، هذه سلبية في التفكير. بينما الحديث عن السلبية أني أحاول أصلح هذه السلبية وحاول أراسل من له شأن في ذلك لإصلاح هذا الشيء. نعم. هذه الإيجابية في التعامل مع الانتقاد. إذن هذا بإجمال كيف يمكن للإنسان أن يقدم نقدا ويكون نافعا. أمر آخر مهم جدا، الآن هذا الوطن عبارة عن ماذا؟ اسمعني بقلبك، تجمع حضري يحكمه قانون ويديره حاكم، ومن ينوب عن الحاكم ومن يوليه هذا الحاكم. أي انتقاص وانتقاد تجاوز الحدود لمن يوليه الحاكم هو انتقاص لهيبة هذا الوطن كله وشرخ في هذا الوطن كله. يا أخي هذا المسؤول وزيرا كان أو أيا كان، هذا المسؤول تريد أن تقدم له نصيحة، أولا أنزل الناس منازلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلها، ما تكلمها زي ما تكلم خويك. اثنين، يا أخي هذا الرجل مسلم أعطيه حقوق المسلم، ما نبغى زيادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. هذا مسلم يا أخي، لا تغتابه، لا تتجنى عليه، لا تظلمه، لا تجحف في حقه، لا تقلل من قيمته، لا تسخر منه. يا أخي أعطى حقوق المسلم، ما نبغى زيادة، هذه زيادة. طيب إحنا تعلمنا في تراثنا أن لحوم العلماء مسمومة. لماذا؟ لأن المساس بهم مساس بهيبة الدين، يعني يمثلون الدين. طيب الذي قال لنا أن لحوم العلماء مسمومة ترى ما قال لنا أن لحوم الأمراء والوزراء والمسؤولين مليئة بالفيتامين وخذ راحتكم، لا، هذا مساس بالوطن وبهيبة الوطن. هؤلاء رجال وثق فيهم ولي الأمر، مكنهم، بذلوا، جادوا، تعبوا، أقلوا عليهم من اللوم لا أبا لأبيكم أو سدوا المكان الذي سدوا. ما تجي أنت حاط رجع رجل وقاعد تبغى تنتقد وتبغى، هذا الناس بذلوا أوقاتهم وأقواتهم وقواتهم في خدمة هذا البلد. إذن هذا كله جيد الإنسان يستحضره. وأنا أذكر حادثة وقعت في غزوة مؤتة لما قاد خالد بن الوليد رضي الله عنه الجيش آنذاك، جاء رجل وأخذ سلبا لرجل، أخذ الملابس وأخذ مهزوم، هذا أخذ من الصحابة، أخذ سلبا لرجل، فاستكثره خالد بن الوليد فأخذه منه، قال لا تأخذ كثير هذا أعطنيه. فقال مالك بن عوف رضي الله عنه، قال رده إليه حقه يا أخي. قال خالد لا، طبعا خالد الأمير الآن أمير الجيش، قال خالد لا، كلمته تمشي. فقال مالك لأخبرن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عادوا إلى المدينة، فقال مالك للنبي صلى الله عليه وسلم ترى خالد أخذ سلب الرجل ولا أعطاه إياه استكثره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد ما حملك على ذلك؟ قال استكثرته. قال يا خالد رده إليه. هذا المشهد إلى الآن عادي. لما قام خالد ومر بجانب مالك بن عوف جر رداءه، لو ماشي كذا بسحبه مالك، قال له ها هل أنجزت لك؟ يعني شفت أنا ما قايل لك، سحبه كذا. النبي صلى الله عليه وسلم انتبه لهذا المشهد،
غضب غضبا شديدا وقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل لا تركتموا لي أمرائي؟ ليش تؤذيه؟ ليش تتعامل مع أميرك بهذه الطريقة؟ هذا مسؤول، عليه مسؤوليات وعليه ممثل للحاكم. ليش تتعامل معه بهذه الطريقة؟ هذه هذا إخلال بهيبة هيبة الوطن، هيبة المنظومة كلها. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم ألا نفعل ذلك، لأنها هذه من المشاكل المتفاقمة، تبدأ صغيرة ثم تكبر 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 ثم لا يستطيع الإنسان يتعامل معها بالطريقة اللائقة. لذا يستحضر الإنسان الأسلوب، يستحضر مكانة الناس، يستحضر التوقيت، يستحضر الوسيلة، يستحضر الهدف، ثم يفكر هل ينتقد ولا ما ينتقد. في كل مكان تكون هنالك قرارات، ومنها أنها قد تكون قرارات محل انتقاد وتصيد للأخطاء وللخلل دون تصويب، كيف أتعامل معها؟ نفس الفكرة الأولى، اسأل نفسك دائما أين ومتى وكيف ولماذا. هذا واحد. اثنين، أعطيك من الآخر، صدقني الشيوخ أبخص، هذا مثل يقولك، يقولك الشيوخ أبخص، يعني ارقد وامن. في شيء اسمه إدارة المعرفة، إدارة المعرفة، إدارة المعرفة هي خليني أقول لك مثل البحيرة، البحيرة اللي تصب فيها المعلومات. نعم. هذه البحيرة يطل عليها المسؤول، أنت لا تنظر من زاوية المسؤول، المسؤول عنده من المعرفة ما تمكنه أنه يعرف ما هو الصالح والأصلح وخير الخيرين وشر الشرين. فأنت تقارن محدودية معرفتك بسعة معرفته. لا شك هو يعرف ما لا تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني عنده معرفة أكثر. ويعقوب يقول لأبنائه لما أيسوا قال: وأعلم من الله ما لا تعلمون. عنده معرفة أكثر. موسى والخضر، موسى عليه السلام والخضر، نعم، في القصة لما ذهب سورة الكهف، نعم، أي موسى ما كان عنده من المعرفة لقيادة المشهد ومعرفة ما وراء الكواليس كما كان عند الخضر الذي خصه الله بذلك. فكان زعلان على خرق السفينة، زعلان على قتل الغلام، زعلان، محل تساؤل. نعم. هذه أفعال محل انتقاد، وكان يقول له ليش، كان يقول له ليش. انتصرت المعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى السماء التقى بموسى عليه السلام، عليه السلام. وقد فرض الله عز وجل على أمته، علينا، 50 صلاة في اليوم. ماذا قال له موسى؟ قال: يا محمد إني أعلم منك، أنا عارف ترى، وقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، أنا مجرب، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق. ترى ما راح يقدرون يصلون 50 صلاة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. يقول ابن حجر معلقا على هذا الحديث، يقول: إن التجربة أقوى في الوصول إلى المطلوب من المعرفة الكثيرة. كثير من المسؤولين أو كثير من الناس المنظرين اللي عنده تساؤلات وانتقادات ووجهات نظر، يكتب كتاب مقالات، تجد يكتب مقالات وعنده وجهات نظر وعنده محاضرات، ويمكن عنده رسالة ماجستير في موضوع معين، وألف كتاب في موضوع معين، فلما وضع في مكان العمل في منصب وتولى مسؤولية، يا أخي ما استطاع أن ينفذ مقدمة كتابه. الربع كبير، مسؤولية كبيرة ضخمة، ليس كما يبدو لك. في صلح الحديبية جاء سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وصار الصلح، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكاتب آنذاك علي رضي الله عنه، سنة 6 للهجرة، فكتب: من محمد رسول الله إلى. فاعترض سهل، قال: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، إنما أكتب اسمك واسم أبوك، إحنا لا نؤمن لك أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امحها يا علي. علي رفض، قال: لا ما امحي، والله ما امحي، انت رسول الله غصب. قال: امحها يا علي. فرفض علي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اين هي؟ يسالهم، قالوا: هذه. فمسحها بيده عليه الصلاه والسلام بنفسه. وتدور الايام، وبعد 31 سنه
يكون علي أمير للمؤمنين، وتأتي قصة التحكيم بينه وبين معاوية، ويرسل علي كتابا مع أبي موسى الأشعري، ويرسل معاوية كتابا مع عمرو بن العاص، ويكتب علي رضي الله عنهم أجمعين من علي أمير المؤمنين. فيعترض معاوية عمرو بن العاص، قال هو أميركم ليس أميرنا. فيقول لأبو موسى، فقال علي وهو يشوف المشهد الآن، قال أمحها الآن. علي يقول أمحها، فيرد عليه الأحنف يقول لا ما أمسحها. فيقول علي أمحها أمحها، كان ذلك في الحديبية. يعني أنا مر علي، تعلم الدرس، تعلم في مدرسة محمد، أنك إذا صرت في المنصب في المكان استعرف حجم التحديات ومقدار المسؤولية. لما تكون جندي ولك خبرتك، بعد ذلك تعرف حجم التحديات. كنت قائدا، من لم يقد ويدس في خيشومه رهج الخميس فلن يقود خميسا. هذه إشكالية الواحد أنه يحط رجع رجل ويقول لك لا لا وما أدري إيش. لا، الكلام سهل ترى، الكلام سهل. خل أعطيك موقف. نعم. أقدم دورة مرة مرات لهيئة من الهيئات السيادية في بلدنا المبارك. نعم. قبل الدورة أنا بحمسهم بحفزهم، وفي الوقت نفسه بتكلم عن التوازن. توازن، كيف تتوازن في حياتك؟ تعرف أنا بتكلم عن العلاقات، كيف يكون عندك علاقات في العمل ما تؤثر على علاقاتك في البيت وعلاقاتك الاجتماعية وما إلى ذلك. قبل الدورة بيوم اتصل علي مدير عام الاتصال المؤسسي عندهم، قال لي ياسر بدي أكلمك قبل بس أبى أشوف محاورك. شاف المحاور، قال لي اسمع أبو بدر، بعض طرحك ما يناسبنا. قلت له كيف؟ فاجأني صراحة. هو كان يقول لي إحنا حريصين ونستقنا معك من زمان وكذا، فحين جاي قبلها بيوم تقول لي طرحك غير منا. قال لا لا لا، أنت تتكلم عن التوازن يا ياسر، إحنا في هيئة مرتبطة بنا عدة جهات، ومرتبطين بمؤشرات الرؤية، وعندنا تحديات، وعندنا أرقام، وعندنا مؤشرات، وعندنا تارجت لازم نوصل له. ياسر أنا أكلمك الساعة 10:30 الآن وأنا في العمل ومعي فريق العمل، ما رحنا لبيوتنا. يا الله ياسر، إحنا مش متوازنين الآن، إحنا منكفئين إلى الأمام. ياسر إحنا في مرحلة انتقالية، لازم يوصل هذا الشعور للموظفين، لازم نبذل المزيد من الجهود. لا تيجي تقول لي توازن والحياة، اطلع الصبح اشرب لك قهوة وبعدين سوي رياضة وما ادري ايش، سيب التنظير على جنب. لا لا لا، احنا في مرحلة انتقالية في هذا البلد. احنا في لحظة مخاض لولادة بلد جديد، رؤية جديدة، منجز، وممكن استمرار لتنمية البلد، واستمرار لكنه بقفزة، ليس بخطوات، بوثبة ضخمة تستوجب أن يغير الإنسان من نفسه. ولذلك قعدت أتأمل أنا شو أقول للناس، فقلت لهم التالي: شوف، الإنسان يحتاج في البدايات، كما قال ابن القيم: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. نعم. إذا أراد الصاروخ أن ينطلق، أراد الصاروخ أن ينطلق، يجب أن ينتزع نفسه من جاذبية، فيكون في مكثفات، مكثفات قوية، لكن هذه المكثفات ما تستمر معه. مجرد ما يتجاوز الجاذبية، جاذبية التغيير، مقاومة التغيير، جاذبية العادات، جاذبية الألف، جاذبية التحديات، جاذبية العوائق، جاذبية العادات القديمة، مجرد ما يتجاوز فإنه يتخلى عن تلك المكثفات، ويبدأ يسبح الصاروخ بشكل مريح في فضاء الرؤية الفسيح. هذه بدايات. ولذلك يقول ابن القيم، يقول: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد. تترك العادات، أنت متعود على كذا، لا 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 لا، إحنا الآن بمرحلة انتقالية. هجر العوائد وقطع العوالق، أشياء تحبها ما تحبها ومتعود عليها، لا لا، إحنا لازم نتغير عشان نوصل هدفنا، لازم نضاعف جهودنا حتى نصل إلى ما نريد. إحنا في مرحلة مثل الزنبرك،
قد ما نضغط تكون القفزة بإذن الله تعالى. يقول عمر بن عبد العزيز: لو أن الناس كلما استصعبوا أمرا تركوه ما قام للناس دنيا ولا دين. إحنا في حجم تحدي ضخم في هذه المرحلة. إيش اللي قاعد يصير في هذه المرحلة؟ هي رحلة، رحلة فلسفة التغيير في البلد والبنى التحتية والأهداف، فلسفة ضخمة جدا. لو أردنا نتحدث مثلا عن 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 نظريات التغيير مثلا والبناء الحضاري والتميز الوطني، سنتحدث عن عالم الأشياء وعالم الأشخاص وعالم الأفكار. أما عالم الأشياء فهذا البلد، شوف كيف حجم التغيير في عالم الأشياء، في البنى التحتية، في المطارات، في القطارات، في المرافق، في الحدائق، شيء ضخم. عالم الأشياء يقوم أيضا وفق نظرية أخرى على 5 أشياء: على نار وماء وخشب وحديد وأرض تراب. هذه الأشياء، هذه مقوماتك، هذه المقومات. طيب إيش فيها هذه المقومات؟ 1، النار، عندك الطاقة، عندك النفط، شيء جبار في هذا البلد، بل ريادي في هذا البلد. الماء، السعودية الآن عندها منظمة مياه دولية من أكبر التحليات في العالم وأرخصها تكلفة على المواطن هنا في السعودية. الماء، الخشب وهو الغطاء النباتي ومبادرة الشرق أوسط الأخضر تقودها السعودية. تتكلم عن الأرض، عندك الحرمين وعندك التنوع الجغرافي التضاريسي المناخي، تبي براد، تبي حر، تبي سهول، تبي أودية، تبي وعورة، تبي حمادة، تبي نفود، إيش تبغى؟ إيش تبغى؟ الأرض، عندك ذكرنا الماء والحديد والخشب والأرض، وذكرنا النار. هذا عالم الأشياء، عالم مكتمل بفضل الله عز وجل. دعم الآن السعودية صار تربط بين القارات. هذا عالم الأشياء جاء بهذه الطريقة. ثم جاءت مبادرة دعم المحتوى المحلي، أي محتوى محلي يدعم بشكل قوي جدا وسيكون الرهان عليه. عالم الأشياء، لما فقدت اليابان عالم الأشياء كان الرهان على عالم الأشخاص، على اليابانيين نفسهم. لما فقدت ألمانيا لما فقدت الأشياء بعد الحرب كان الرهان على منظومة الأفكار. فعندنا عالم الأشياء قوي جدا في السعودية. ثم جاء عالم الأشخاص. عالم الأشخاص يكفينا مقولة ولي العهد اسمه الأمير محمد جبل طويق. تم الاستثمار في الأشخاص، في الشباب، في المواطن بشكل ضخم. ابتعاث من هنا، جامعات من هنا، مبادرات من هنا، دورات من هنا، مشاريع من هنا. عالم الأشخاص، تجد الشباب السعودي الآن ترى مختلف، شباب مختلف غير نظرته. دخلوا إلى عالم البيتزا أحرجوا روادها، دخلوا إلى عالم القهوة غيروا إعدادات المشهد، دخلوا إلى الشاورما والبرجر ونافسوا وزاحموا وأقصوا، دخلوا إلى التطبيقات شيء مذهل، دخلوا إلى الجامعات وبراعات الاختراع والتميز المؤسسي والتميز الأكاديمي والتميز الفردي. الشباب الطلاب الثانوية ذوي اللي فازوا بالجوائز العالمية الأخيرة، في رهان على عالم الأشخاص في السعودية بشكل مستمر، وفي استقطاب أيضا لكفاءات من خارج هذا البلد. فهذا الآن عالم الأشخاص. نجي على القفزة الكبرى في عالم الأفكار. عالم الأفكار، اليهودية تنتمي إلى عرق، البوذية تنتمي إلى شخص، الهندوسية تنتمي إلى مكان، النصرانية تؤرخ بميلاد رسول، الإسلام يؤرخ بميلاد رسالة الهجرة. طبت ميتا وحيا يا رسول الله، أبو بكر يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقبله، طبت ميتا وحيا وميت يا رسول الله، ويكمل الرسالة. الرسالة لا تموت، الرسائل لا تموت. في غزوة أحد لما تحصن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جاء أبو سفيان
وقال أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، تكلم عن الناس لا تجيبوه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. أفيكم عمر بن الخطاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. ثم يعلو صوته ويقول أعلو هبل، يقول أبو سفيان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قال وما نقول يا رسول الله؟ قال لا، الحين أجيبوه، شو أعلو هبل؟ تتكلم عن رسالة الآن، عن فكرة؟ لا لا لا، أشخاص خلها، عن فكرة ورسالة لا. قال أعلو هبل، قال أجيبه، قال وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. في عالم الأفكار جاءت رؤية 2030. يقول اسمه الأمير، يقول أن أنجح الرؤى ما كان منطلقا من مكامن القوة. مش مكامن القوة في السعودية، الحرمين، مهبط الوحي، التنوع الجغرافي، مكامن القوة، النفط، الموقع، المعادن، الموقع الجغرافي، المكانة الجغرافية، المكانة عند المسلمين، هذه كلها مكامن القوة في هذا البلد المبارك. كان الاقتصادي وقامت عليها الرؤية، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، نعم، علاقة متينة مبنية على الإجلال. تدري ايش معنى الإجلال؟ هو الحب مع الهيبة، في حب وفي هيبة، ليست علاقة خوف وإذلال، ليست علاقة طمع واستغلال، لا لا لا، علاقة إجلال بين الحاكم والمحكوم، وتأليف قلوب الناس على الحاكم. هذا من نهج السلف الصالح، من ديننا، من عقيدتنا، هذا الذي يراهن عليه ولاة الأمر في هذه الرؤية المباركة. طيب هذه الرؤية، إذا جينا نتكلم عن عالم الأفكار، هذه الرؤية ربطت الناس بمصير واحد، بتحديات واحدة، بزاوية نظر واحدة، وترحلقت وغيرت شكل الأشياء بناء على الأفكار، وغيرت شكل الأشخاص بناء على هذه الأفكار. انتشلت الناس وغيرت أفكارهم وغيرت طريقة نظرهم إلى الحياة من خلال هذه الرؤية. الرؤى دائما تحرك في الإنسان الآمال، وأصبح الناس ما بين آمل في الرؤية أو عامل. وأنا أذكر مرة كنت جالس وكان في واحد اثنين سولفون، ففي مستثمر أجنبي سولف، يقول أنا كيف أستثمر في السعودية؟ فقال له تبغى أتفلسف لك ولا أعطيك إياه من الآخر؟ قال لا لا من الآخر. قال له اتبع الرؤية، اتبع الرؤية ستجد الخير بهذه الطريقة. تذكرت قصة لي في كتاب أسرع عقل المليونير لتي هارف، يقول قصة عادية جدا لكنها عميقة. يقول مرة من مرات طلعت الغابة ومعي خيمتي، نعم، هو الآن في الكتاب وما يقول لك كيف تصير غني، لا لا لا، ويقول كيف يفكر الغني. يقول طلعت مرة إلى الغابة، يقول جاني مطر، فتحت خيمتي وجلست في الخيمة. يا سلام. طيب وش الغريب في، يعني ما في شيء، أنا قاعد أقرأ القصة. يقول لما انتهى المطر خرجت وأغلقت خيمتي، يقول اكتشفت اكتشاف أن المكان اللي فيه خيمتي يابس ما في مطر، والمكان اللي حولي كله مطر. أنا قاعد أقرأ أقول يا أخي إيش الاكتشاف هذا؟ شوف التأمل الآن. قال ولاحظت أن المكان الأكثر بللاً هو اللي دار ما دار على الخيمة، على المنطقة اليابسة، هذا أكثر بلل، لأن المطر كان ينزل ويتجمع هنا. نعم. يقول أدركت أن الفرص مثل المطر تأتي في كل مكان، لكن في ناس جالسة في خيمة إحباطها، في خيمة معتقداتها، في خيمة عاداتها، في خيمة انتظارها لوظيفة معينة، في خيمة وظيفة لا يريد أن يستمر فيها. يقول هؤلاء في كل بلد، ويتكلم يقول في كل بلد تجد أن الغريب يستثمر في البلد أكثر من ولد البلد. كيف؟ قال ولد البلد جالس في الخيمة والغريب حول الخيمة ويأخذ هذا البلد أكثر، ولذلك تجد أنه يجد فرص أكثر،
يجد منجز وتجد له منجزات ويستثمر بطريقة لا تجد ولد بلد لا يرى مثل هذه الأشياء. طيب ما الحل؟ الحل اخرج من الخيمة واتبع الغيمة، اتبع الرؤية وانظر كيف ستكون أنت مساهم في هذا البلد من خلال رؤية واضحة. هذه الرؤية هي بالنسبة لنا وقود، والأمير محمد بالنسبة لنا هو من يقود. يا سلام، أدام الله لنا قياداتنا وشعبنا أمتنا السعودية العظيمة، ودائما يعني السعودية نفخر ونفاخر فيها. وحسب كلامك اللي أنت قلته كله، في شاعر اسمه أحمد السيد عطيف قال كلمات جميلة، إذا تسمح لي بنختم فيها الحلقة. أنا حلقة شوي يعني استثنائية، علاقة الإنسان بوطنه. يقول: حبر العلا من دمنا، سعوديين سطر الفخر من فعلنا، سعوديين سيوفنا نصل السيوف، سعوديين كلامنا فصل الكلام، نفيض من مكة هدى، نفيض من طيبة وئام، بكل قطرة في روحنا نفدي السعودية، بكل دفقة في حلمنا لأجل السعودية، بكرة لنا وبعد لنا، تحيا السعودية. في رعاية الله.